من أجمل مدن العالم واللي بتحتضن مباراة اليوم. مع انطلاقة الشوط الأول. تركيز كبير في بناء الهجمة. فرصة خطيرة. الله على الكرة في المرمى. هدف أول. النتيجة الحالية 1-0. نستكمل مجريات هذه المباراة. بناء الهجمة يأخذ وقته. تنطلق المباراة من جديد. نلعب في آخر دقيقة من الشوط الأول. يبحثون عن فرصة لهدف تقليص الفارق. فرصة هدف. بريستو بريستو. والتولى على المباراة من جديد. فرصة واحد على واحد. جول بيسجل التعادل. نستكمل مجريات هذه المباراة. إذن عودة إلى مجريات اللقاء.